أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. لك أخلصت الولا يا صاحب العلم الغزير، ولمن عاداك مني كلما يخزيه من شتم ولعن ودحور. أسماؤك المشرقات في أوجه القرآن في كل سورة غرر، سماك رب العباد قسورة من حيث فروا كأنهم حمر. يا صاحب الأمر في يوم الغدير وقد بخبخ لما وليته عمر، لو شئت ما مد حبتر يده لها ولا نال حكمها زفر، لكن تأنيت في الأمور ولم تعجل عليهم وأنت مقتدر. هذه الأبيات كما مر عليكم في المحاضرة السابقة إنما هي أبيات أبي الحسن جمال الدين الخلعي أو الخليعي، الذي عرفتم قصته وكيف أنه كان قد انتقل من النصب والعداوة، من بيت النصب والعداوة لأهل البيت إلى قمة الولاء لهم، فكتب أبياتا عديدة في مدحهم وفي ذم أعدائهم، وكانت هذه إحداها. ونذكركم أيضا بأبيات السيد الحميري الذي هو أيضا ممن انتقل من بيت النصب والعداوة إلى قمة الولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم، حيث يقول: أترى صهاكا وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان، كانوا يرون وفي الأمور عجائب يأتي بهن تصرف الأزمان، أن الخلافة من ذؤابة هاشم فيهم تصير وهيبة السلطان. هنا ملاحظة لا أدري إن كنتم لاحظتموها أم لا، هذه الأبيات سواء من السيد الحميري أو الخلعي هي أبيات شديدة جدا، فيها قدح وثلب للظالمين. هو يصرح بنفسه بأنه: ولكل من عاداك مني كلما يخزيه من شتم ولعن ودحوري. يشبههم بالحمير أجلكم الله. يأتي السيد الحميري ويعير عمر بن الخطاب بأمه أو بجدته صهاك البغية،
أجلكم الله. يعير أبا بكر بأبيه أبي قحافة آكل الذبان، وهكذا يستخدمون ألفاظا هي من أشد الألفاظ قدحا في الظالمين. مع ذلك، وها هنا هي الملاحظة، مع ذلك لم نجد من أئمتنا صلوات الله عليهم أي إنكار على هؤلاء، بل بالعكس وجدنا المديح والثناء والمكرمات. السيد الحميري كما نقلت لكم قصته، كان الإمام الصادق صلوات الله عليه بنفسه قد شارك في جنازته والصلاة عليه، وحظي الرجل بمكرمة عظيمة في ساعة الاحتضار حينما رأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبيض وجهه بعد الاسوداد. جمال الدين الخلعي خلع عليه الحسين تلك السترة التي كانت على باب ضريحه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أرجع إليه قصيدته في مدحه من ضريحه مكتوبة بماء الذهب. ماذا يستفاد من هذا؟ أن الذي يستخدم ألفاظا شديدة في ثلبي ولعني وإسقاط وتعرية وفضح الظالمين لأهل البيت إنما يكون قد حظي برضا أهل البيت لا العكس. لو كان هذا الأسلوب أسلوبا غير شرعي أو غير ملائم لكان ينبغي أن نجد على الأقل موقفا واحدا من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام يعبرون فيه عن إنكارهم على استخدام مثل هذه الأساليب. أبدا ما وجدنا شيئا. هاتوا لنا رواية واحدة موقفا واحدا من الإمام الصادق عليه السلام مثلا يقول فيه إن الألفاظ التي يستخدمها السيد الحميري غير ملائمة، لا تصح، خلاف الأخلاق، خلاف الأدب. لما يعير عمر بصهاك؟ لما يعير أبا بكر بأبيه آكل الذبان؟ لما يستخدم هذه الألفاظ والتعابير الجارحة؟ أبدا لا نجد شيئا من هذا. أنا أدرك أنه أسلوبنا الذي نستخدمه في التعبير عن عدائنا لأعداء أهل البيت وفضحنا لهم والقيام بوظيفتنا الشرعية في كشف باطلهم أمام الناس أمام العامة، أنا أدرك أن هذا المنهج أو هذا الأسلوب هو مثار تساؤلات عند المؤمنين قبل المخالفين لأنهم لم يعتادوا على هكذا منهج، وكثيرون مع الأسف الشديد عادونا على هذا وهم غير مدركين لحقيقة الأمر. ما الذي يدعونا إلى مثل هذه الحدة؟ ما هو السبب؟ من أية منطلقات شرعية نحن ننطلق؟ ما هي الحكمة في استخدام هذه التعابير، هذا الأسلوب؟ كل ما نريده من هؤلاء الذين يعترضون أن يحاولوا أن يفهموا، أن يناقشوا المؤمنين السائرين على هذا الخط، على هذا المنهج، يحاولون استيضاح الأمر منهم قبل أن يعارضوا لمجرد المعارضة، لأن المعارضة قبل الفهم
هي من أخلاق الجاهل. لاحظوا ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم. ثلاثة أمور يجب أن يتنزه عنها الإنسان المؤمن. تجيب قبل أن تسمع. بعض الناس هكذا تلاحظ في المحاورات، تحاوره يقطع كلامك فجأة ويجيبك قبل أن يسمع ماذا تريد أن تقول. هذا من أخلاق الجاهل. هذا من أخلاق الجاهل، أنه يعارض قبل أن يفهم. طيب يا عمي افهم أولا ثم بعد ذلك عارض. حقيقة نفاجأ بأن بعض الناس مع الأسف الشديد ممن يدعون التشيع والولاء، وصلت بهم الجرأة مبلغ أن يسبونا ويشتمونا إلى هذه الدرجة، أن يطعنوا في ديننا في ضميرنا إلى هذه الدرجة، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء رفع تليفون، يرفع تليفون على هذا الإنسان الذي يعارضه، يعترض عليه، يحاول إسقاطه، فقط يستوضح منه أنه لماذا أنت تتبع هذا الأسلوب؟ هل عندك تأصيل شرعي لهذا الأسلوب؟ عندك تقعيد شرعي لهذا الأسلوب؟ أم أن القضية قضية اعتباطية لا سمح الله؟ تعال اناقش قبل أن تعترض. المعارضة قبل الفهم من أخلاق الجاهل، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه. الحكم بما لا تعلم من أخلاق الجاهل. وكم من رجل جاءني ها هنا وفي أثناء النقاش يحكم بأمور لا علم له بها، غير متعلم، لم يطلب العلوم الدينية، لم يطلع على روايات أهل البيت صلوات الله عليهم وأحاديثهم، لم يطلع على القرآن، يفاجأ يحكم بأمور يقول لا هذا ليس من منهج أهل البيت. وما أدراك، كيف تحكم بشيء أنت لا تعلمه؟ أنت بهذا تصبح كالمخالفين، كالكفار، كالجاحدين الذين يحكمون على الأمور دون علم دون فهم. الإنسان المؤمن عليه أن يتنزه من أخلاق الجاهلين. ها هنا نحاول أن نضع شيئا من النقاط على الحروف، هي عبارة عن يعني ومضات سريعة لعلها تساعد في تنشيط بعض العقول، تحاول أن تفتح بعض الآفاق على بعض المؤمنين حتى يفهم أنه حرارتنا من أين تنطلق، سبب اتباعنا لهذا المنهج وإصرارنا عليه من أين ينطلق، رغم ما نتعرض إليه من حملات هجومية وتشويهات وافتراءات وتسقيطات هنا وهناك. حقيقة الذي يحاول أن يثبت على هذا المنهج واقعا وصدقا أمام الله تبارك وتعالى كأنه يقبض على جمرة من نار، واقعا وصدقا، حقيقة الكل يصبحون ضدك، الكل، دول تصبح ضدك، أحزاب تصبح ضدك، جماعات ذات سطوة وهيبة وقوة ونفوذ تصبح ضدك، مراكز تصبح ضدك، مؤسسات تصبح ضدك، مساجد ومنابر تصبح ضدك، بعض الحسينيات تصبح ضدك، حتى أهلك، أقربائك، أصحابك يصبحون ضدك، تجد نفسك وحيدا غريبا. طيب لماذا الإنسان يعرض نفسه إلى كل هذا؟ إذا كنا نطلب الدنيا لماذا نعرض أنفسنا لكل هذا؟ إذا كان الغرض هو مجرد طلب الدنيا والعياذ بالله، وكنا نوفر على أنفسنا كل هذا العناء وكل هذه البلبلة وكل هذه المشاكل ونمشي مسالمين
على الوضع التقليدي الكلاسيكي الذي سار عليه غيرنا، أما لا نرى ذلك مبرئاً لذمتنا أمام الله وأمام أئمتنا صلوات الله عليهم. نحن نلاحظ أن التشيع في هذا الزمان بدأ ينحرف، ولا أنطلق من كلام أرسله هكذا، وإنما أنطلق من حقائق معاصرة، وسأوثق أحدها ما جرى في هذه الأيام حتى تعرفون عمق المؤامرة التي تحاك ضد عقيدتنا من الداخل، من الطابور الخامس إنجاز التعبير، من العمائم المزيفة، من أهل الفتن والضلال، من الضالين المضلين، من البتريين الذين حذر منهم أئمتنا عليهم السلام وقالوا لنا ما معناه أنه يجب أن تحذروهم جيداً. هذا دين الله أمانة في أعناقنا، ولاية أهل البيت أمانة في أعناقنا، لا وجه لنا أمام رسول الله وأمام عترته الطيبين إذا سكتنا على هذه الانحرافات وعلى هذه المؤامرة، وتركناهم يعبثون بعقائدنا ويشوهونها في أذهان الشباب وفي أذهان أبنائنا. لا نتحمل ذلك شرعاً. القضية تنطلق من هذا المنطلق. نحن حريصون على أن يبقى التشيع صافياً نقياً كما أخذناه عن أئمتنا الأطهار. هذا التشيع لم يصل إلينا بالمجان، هذا التشيع وصل إلينا بالدماء والتضحيات، بالدماء الغالية، دماء أئمتنا فدوا أنفسهم لهذا الدين، فدوا هذا الدين بأنفسهم بدمائهم. أهنالك أغلى من دماء الزهراء صلوات الله عليها؟ ثم بعد ذلك جاء أصحابهم، ثقاتهم وعلماء التشيع الأبرار، أيضا ضحوا بأنفسهم ودمائهم من أجل أن يصل إلينا هذا الدين، من أجل أن يصل إلينا هذا المعتقد، لم يصلنا بالمجان. فنحن علينا مسؤولية عظيمة أيها الإخوة، مسؤولية الوفاء بالعهد، أن نحافظ على هذا الدين، على هذا المعتقد، على هذه الولاية، ونقف بشراسة وبكل قوة أمام كل محاولة تستهدف تزييف هذا المعتقد أو تحريفه. أولى التساؤلات التي تسأل أو تثار بالنسبة إلى هذا المنهج وهذا الأسلوب أنه ما الداعي إلى إثارة الخلاف؟ يعني نحن الآن نتعايش مع المخالفين، لما أنتم تتعمدون أن تثيروا الخلاف؟ الخلافات التاريخية بيننا وبينهم. الجواب: نثير ذلك حتى لا يختلط الحق بالباطل. كيف يراد مني أن أغض الطرف عما جرى في الزمان الأول وأدفن ذلك أو أعتم عليه وينتج من كل هذا اختلاط الحق بالباطل؟ إذا لم نصرح أمام الناس بأن عمر بن الخطاب مثلا منافق، منحرف، مرتد، قاتل لرسول الله، قاتل لابنته فاطمة الزهراء، مبتدع في هذا الدين، محدث في هذا الدين، طاغية، مجرم، إذا لم أصرح بكل هذا ما هي النتيجة التي ستقع؟ أن الناس سيعتقدون بأن عمر بن الخطاب شخصية إسلامية حقيقية تتبع ويقتدى بها. هذا ما لا يمكن أن نقبله.
لأنه إن اتبعت الناس عمر بن الخطاب فسيتغير ما تؤمن به، ستتغير عقيدتها أحكامها. الناس إذا ما عرفت حقيقة عمر ما الذي سيقع؟ ستؤمن بإيمان عمر، بعقيدة عمر. ما هي عقيدة عمر؟ عبادة رب ذو صفات يهودية مجسم، هذا الذي نريده؟ أم عبادة الرب الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله؟ إذا اتبعت الناس عمر سلوكها سيتغير، تصبح مثل أسامة بن لادن، تصبح مثل الظواهري، مثل الزرقاوي، مجرمين، طغاة، قتلة، سفاكين، لأنهم يعتبرونه أسوة لهم، نموذجا أعلى لهم، وهو كان طاغية متجبر. إذا اتبعت الناس عمر بن الخطاب فستصلي خلاف ما أمر الله، ستصلي صلاة المجوس، تكفر، تقبض أيديها، ستصوم خلاف ما أمر الله، ستحج خلاف ما أمر الله، ستتزوج خلاف ما أمر الله، ستطلق خلاف ما أمر الله. طلاق البدعة الذي إلى اليوم في فقه المخالفين، إلى اليوم في فقههم يسمونه طلاق البدعة. اسألوا مشايخهم، ولا الطلاق البدعي يقع أم لا؟ يقول نعم، الفتوى هي هذه، الطلاق البدعي جائز ويقع. شنو يعني الطلاق البدعي؟ الطلاق الذي جاء به عمر بن الخطاب وهو بدعة، الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، هذا الطلاق لا يقع شرعا، هذا ليس دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ما هذا هو شرعه، هذا شرع عمر بن الخطاب. تريدني أن أغض الطرف عن كل هذا وتكون النتيجة انحراف الإسلام، ضياع دين الله، ضياع شرع الله؟ كلا وحاشا، ما أقبل. من هنا يأتي الإصرار الإسلامي، ولا أقول إصرارنا، هذا هو منهج الله، الإصرار الإسلامي على فضح الظالمين وتعريتهم. الله فضحهم في القرآن الكريم، لماذا؟ حتى تصبح عندك حصانة، حتى تتحصن من الاغترار بهم فتنخدع بهم فتطبق منهجهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أحاديثه فضح هؤلاء وعراهم ولعنهم وأوصى بلعنهم، بل حتى شتمهم، حتى لا ينخدع بهم الناس، حتى يبقون في دائرة محصورة، حتى يمقتهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، لا يتأثرون بمناهجهم. نحن إنما نثير الخلاف لهذا الغرض، هذه هي الحكمة، ألا يختلط الحق بالباطل. ليس شأني أن أفضح أي شخصية جاءت في التاريخ إذا كانت ظالمة متجبرة أو حتى فاسقة، مو شأني، مو مهم، إلا إذا كانت لتلك الشخصية أو كان لتلك الشخصية بقاء في عصرنا هذا، يعني منهج هذه الشخصية، خط هذه الشخصية ما زال باقيا، خط عمر بن الخطاب باق إلى اليوم، هذا موجود، وهذا الخط لا بد أن يقضى عليه، وإلا لا يتم الإسلام. الإسلام هو الذي يجب أن يسود، كلمة الله هي العليا، يظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. شنو معنى هذه الآيات؟ تدبروا، أنه لا كلمة تبقى أمام كلمة الإسلام، لا راية تبقى أمام راية الإسلام، لا منهج يبقى أمام منهج الإسلام، هذه هي وظيفتنا. فأي إسلام اليوم منحرف يجب علينا أن نحاربه، يجب علينا أن نفضحه، يجب علينا أن نتصدى لمن يروجه،
ولمؤسسيه ولأركانه. هذه وظيفة شرعية، أن نحرص على إقامة الحق وإماتة الباطل. دققوا فيما يقوله مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لا يكونن أفضل ما نلت من دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ. لا يكون تنطلق أو ترتحل من هذه الدنيا وأقصى ما فعلته أمور شخصية، شفاء غيظ أو بلوغ لذة، أناس تلهث وراء اللذة أو تركض وراء أن تشفي غيظها من آخرين، قضايا دنيوية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يكون مبلغ همك هذا. لا يكونن أفضل ما نلت من دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ، وليكن إحياء حق وإماتة باطل. نعم، هذا الذي يتصدى لمسألة إحياء الحق وإماتة الباطل، يحق له أن يفخر أنه أنا متبع لعلي بن أبي طالب، أنا أطبق أوامره ووصاياه. هذه وصية علي عليه الصلاة والسلام. الذي يخشى الناس، الذي يقول: لا أتمكن من أن أميت الباطل وأحق الحق، لأن ذلك يعرضني إلى المشاكل مع الناس. هذا الذي يخشى الناس ويسكت فهو حقير، ليس الحكم من عندي، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. اسمع ماذا يقول رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحقر أحدكم نفسه. يحذر الناس، يقول: لا يحقر أحدكم نفسه، لا تصير حقير. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال صلى الله عليه وآله: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. يعني يجد نفسه في مجلس، في موقف لله عليه فيه مقال، يعني الله أوجب عليه في ذلك المجلس أن يثبت الحق، أن ينطق، ما يسكت، لابد أن يقول مقالا. نضرب مثل: قاعد في قهوة تسمع فرد واحد يروح يمتدح عمر، يقول: رضي الله عن عمر الفاروق، هنا لله عليك مقال. وهو ماذا؟ أن تقف وتقول له: احترم نفسك، لا تترضى وتترحم على قاتل رسول الله وقاتل ابنته الزهراء والمحدث في هذا الدين والمحرف لهذا الدين، ما لك حق، هذا لك لله عليك فيه مقال. لابد أن تنطق، ما يصير تقول هذا له دينه، لا، أنت واجب عليك شرعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انهاه عن المنكر. مدح عمر شرعا منكر في موازين الشريعة الإسلامية، مثل ما واحد يروح يمدح فرعة، مثل ما واحد يروح يمدح إبليس، تسكت له؟ الآن أنا أسألكم أنتم جميعا بالله عليكم، إذا واحد أمامكم يمدح يزيد، ألا تثور ثائرتكم؟ ما تتحملوا، تقول: احترم نفسك، ليش تروح تمدح طاغية قتل الحسين سبط رسول الله؟ إذا واحد يمتدح صدام تسكتون؟ ما تسكتون. لما تسكتون أيضا عن امتداح عمر؟ بلغوا الحق للناس، ثبتوا موقفكم بجرأة وشجاعة، بيضوا وجوهكم أمام الله، أمام رسوله، أمام أهل البيت صلوات الله عليهم، أمام الزهراء، أمام المولى ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هكذا الإنسان يصنع، إذا لم تفعل ذلك فأنت حقير في قاموس رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يحقر أحدكم نفسه،
قالوا وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال صلى الله عليه وآله: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة. هذا الساكت، شوف الله شلون يحاسب يوم القيامة. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا في القضية الفلانية التي تعرف بأني لا أرضى بأن تمر هكذا مرور الكرام، لما لم تقل، لما لم تنطق بالحق وتتصدى للباطل؟ فيقول: خشية الناس، أخشى يثورون علي. لاحظوا الله عز وجل ماذا يجيبه، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. تخشى الناس؟ أين أنت عن قولي في كتابي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ وين عن هذه الآيات؟ لما لا تطبق هذه الآيات؟ ليش الإنسان من عندنا شوية إذا يأتيه هجوم أو كلمة من هنا أو هناك يهتز ويرتبك؟ يخشى من الناس. لا تخشى من الناس، الله أحق أن تخشاه. لا تسكت، لا تصمت. في هذا الزمان لم يعد هنالك مجال للسكوت والصمت، في هذا الزمان هو زمان النطق بالحقيقة، زمان الجهر بالحق. العالم يشهد الله يتعطش لنور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما نحرم الناس من هذا النور؟ ونور آل محمد عليهم السلام لا يمكن أن يتم إلا إذا أخمدت باطل أعدائهم. لا تثبت الولاية إلا بالبراءة، كما ورد بشكل مستفيض عن أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم: لا تخف من شيء، المؤمن لا يخاف من شيء. هاي من علامات المؤمن. أتعلم هذا؟ من علامات المؤمن أنه لا يخاف من شيء، بل العكس، كل شيء يخافه. المؤمن عزيز، المؤمن بطل مغوار، المؤمن يمشي على الأرض كل الأبالسة والشياطين من الجن والإنس تهرب عنه، تهرب منه. هكذا يكون المؤمن عزيزا في دين الله، قويا، شجاعا، بطلا. هكذا يكون المؤمن. المؤمن مو هذا الذي يخاف من قول الحق أمام العالم، أمام الناس. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن المؤمن من يخافه كل شيء. المؤمن هو ذلك الذي يخافه كل شيء، وذلك أنه عزيز في دين الله، ولا يخاف من شيء، وهو علامة كل مؤمن. هذا قول إمامك الصادق صلوات الله عليه. حاول أن تكون هكذا بهذه الروحية العالية، ارفع رأسك، لا تخف من شيء، وانطلق وبلغ الحق ولا يهمك شنو أقصى ما يمكن أن يفعلونه. يقتلونك؟ مرحبا بالشهادة في سبيل الله. لألف ضربة بالسيف والذي يحلف به علي بن أبي طالب، لألف ضربة بالسيف خير من موت على فراش. تقتل في سبيل الله وتلتحق بالشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، خير من أن تموت ببطء على فراشك. اعرف قيمة الشهادة في سبيل الله. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن المؤمن
ليخشع له كل شيء، كل شيء يخشع للمؤمن. ثم قال عليه السلام: إذا كان مخلصا قلبه لله، هذا الإنسان المؤمن من يريد أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة، إذا كان مخلصا قلبه لله أخاف الله منه كل شيء. الله عز وجل يجعل الآخرين يهابونك ويخافونك. أخاف الله منه كل شيء حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء. هوام الأرض يعني العقارب، الحياة وما أشبه، كل ما يدب على الأرض، حتى السباع، حتى الحياة، حتى الطيور الكاسرة المتوحشة تخاف من الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يمشي حتى في وسط الأدغال، في وسط الغابات، لا يخاف من شيء، لأن الله يجعل الأشياء تخشع له. بس صفي قلبك مع الله. إذا كان مخلصا لله قلبه، خلي قلبك مخلص لله تبارك وتعالى وشوف النتيجة. شوف شلون الآخرين كلهم يشردون من عندك، بس جرب وشوف. طيب، تساؤل آخر من التساؤلات التي تثار في هذا الموضوع، أنه علمنا بأنكم إنما تنطلقون في إثارة الخلاف العقائدي من باب ألا يختلط الحق بالباطل، من باب إحياء الحق وإماتة الباطل، ولكن لماذا هذه الحدية؟ ليش هذه الحدية؟ لما هذه النبرة الهجومية؟ لما هذه اللغة الحربية؟ لما؟ نقول في الواقع إن هذا أقل القليل بالنسبة إلى أعداء العترة الطيبين صلوات الله عليهم. حقيقة هؤلاء الذين أشهروا سيوفهم في وجه أهل البيت، هؤلاء الذين أزهقوا أرواح أهل البيت، هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر بحق أهل البيت، والله مهما احتد الإنسان في فضحهم هم قليل، هم قليل. لا يشفى الغليل يا أخي، لا يشفى غليلنا، والله وبالله ما يشفى غليلنا لما نقرأ ماذا حل بأهل البيت بسيدتنا الزهراء صلوات الله عليها مثلا، ما نتحمل. إن قلت هذا الكلام سوء من القول، هذا الأسلوب الشديد، نقول لك مع ذلك هو جائز شرعا، بل مستحب شرعا. اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول شنو إلا من ظلم. يعني إذا اعتبرت هذا أسلوبنا، هذا لا يعجبك، تعتبره أسلوبا سيئا، نقول لك الله يحب هذا الأسلوب. الله يقول أنا لا أحب كل أسلوب سيء إلا إذا كان صادرا من المظلوم، وأنا مظلوم، أنا أدافع عن أئمة المظلومين، أقول سوءا من القول إن اعتبرتموه هكذا، وأجهر به. لا يحب الله مو قول، الجهر. شوف شوف ها، أن يجهر الإنسان بالسوء من القول إلا من ظلم. اجهر، خلي يقولون عنك أسلوبك شتام لعان، مو مهم، الله يعجبه هذا الأسلوب، المهم أن تكون مبرأ الذمة أمام الله تبارك وتعالى. أما عن الحدية فالحقيقة إن فيها سرا، هذه الحدية فيها سر كشفه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا ما هو هذا السر؟ لما تجد المؤمن حاداً؟
أسلوبه حاد، أسلوبه هجومي، أسلوبه حربي ضد أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الرواية التي يرويها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن أبي أذينة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، يقول أبو أذينة: كنا عنده، كنا جالسين عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، فذكرنا رجلا من أصحابنا، تذكرنا واحد من أصحابنا ذكرناه عند الإمام، فقلنا، شوف لاحظها هنا، فقلنا فيه حدة، هذا من صاحبنا هذا الفلان الشيعي المؤمن، نشوفه حاد، حاد في أسلوبه. فقال عليه السلام: من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة. من علامة الإنسان المؤمن أن يكون حادا في إحياء الحق وإماتة الباطل، مو العكس، مو أن يكون هادئ وساكن، أبدا، هذا من علامة الإنسان المؤمن. قال: فقلنا إن عامة أصحابنا، يعني عامة أصحابنا الشيعة، فيهم حدة. يا ابن رسول الله، ما دمت قلت هذا الكلام إن من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة، إحنا نلاحظ معظم أصحابنا، معظم الشيعة فيهم حدية. فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم، في وقت ما ذرأهم يعني في عالم الذر، أمر أصحاب اليمين وهم أنتم أن يدخلوا النار. هذا كان امتحان إلهي لنا نحن الشيعة في عالم الذر، الله أمرنا أن أدخلوا النار، أمر كل خلائق في عالم الذر أدخلوا النار، يريد يشوف من الذي يطيعه. إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين وأنتم هم أن يدخلوا النار، فدخلوها فأصابهم وهج، وهج النار أصابهم، بعد ذلك صارت النار عليهم ماذا؟ بردا وسلاما، ولكن في البداية أصابهم وهج النار. يقول الإمام عليه السلام: فالحدة من ذلك الوهج. الحدة هذه التي تجدونها فيكم أيها الشيعة المؤمنون المخلصون، اعلموا أنها من عالم الذر. هذا الإنسان الشيعي اللي تشوفه حاد كالسيف كالسوط على أعداء أهل البيت، اعلم أنه هذا مؤمن، هذه علامة الإنسان المؤمن، والسر في ذلك أنه هذا في عالم الذر، الله أمره بأن يدخل النار فدخل النار، أصابه وهج النار، فمن فحدته من ذلك الوهج، ولهذا تجده حادا. وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفوهم، مخالفون أصحاب الشمال، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا النار فلم يفعلوا، فمن ثم لهم سمت ووقار. لهذا تجد بعض المخالفين شكل أنه ذو وقار وهدوء وسمت، سمت يعني هيبة الصلحاء اللي عندهم نوع من الرزانة هكذا. يعني أنت الآن إذا تشوف القرضاوي مثلا تشوفه هكذا، عنده نوع من يعني الرزانة، نوع من الهدوء، نوع من الاحترام، لكن اعلم هذا من أصحاب الشمال، هذا إلى جهنم وبئس المصير. أما إذا تشوف فرد واحد خطيب شيعي أو عالم شيعي حاد وشرس على المنبر، فاعلم أنه معذور، هذا هذا حدته من ذلك الوهج في عالم الذر. طيب، ما هي مناسبة هذا الكلام؟ أيها الإخوة، بصراحة نتحدث في هذا الزمان مؤامرة تحاك على التشيع من الداخل،
عمائم مزيفة، أناس بتريين منافقين حذر منهم الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، يريدون إلغاء ركن البراءة من أعداء أهل البيت حتى يتصالحوا مع المخالفين، حتى ينسجموا معهم، حتى يحصلوا على فتات موائدهم، حتى يسترزقوا من أنظمتهم وحكوماتهم، حتى يخلقوا لأنفسهم زعامات وتسلط عليهم الأضواء. هؤلاء يريدون هدم عقيدتنا من الداخل. النقطة الحساسة بيننا وبين المخالفين ما هي؟ أننا نؤمن بالبراءة، لابد أن نتبرأ من أعداء الله كائنا من يكون. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا منهج عندنا نفخر به، ملتزمون به تبعا لأئمتنا صلوات الله عليهم. يريدون إلغاء هذا المائز، هذا الأمر الحساس يريدون إلغاءه. ولهذا يحاولون إرساء عقيدة جديدة هي عقيدة البترية. البتريون هم الذين يأخذون فقط بولاء أهل البيت ويتركون العداء لأعدائهم، يتركون أصل البراءة. فتجد هؤلاء يترحمون على أمثال أبي بكر وعمر لعنة الله عليهم، وبطريقة فجة وبمنتهى الوقاحة وباسم التشيع وباسم الأئمة الأطهار وباسم مراجع الشيعة. الله أكبر، هذا يزلزل الإنسان المؤمن، ما يتمكن، يصير كالبركان الثائر ضد هؤلاء. أحد هؤلاء البتريين المنحرفين في هذه الأيام في القطيف، سامري القطيف، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه سمى الحسن البصري لعنه الله بسامري هذه الأمة في إحدى الروايات، هذا هم على اسم الحسن البصري ويتبع الحسن البصري، هم اسم حسن وهو سامري القطيف. هذا الرجل بكل وقاحة يرد على رسالة علنية وجهها إليه أحد شيوخ البكريين المخالفين في نجد أو الحجاز، اسمه عبد الرحمن المحرج أو المحرج ما أعرف، وجه إليه مجموعة من الأسئلة. لاحظوا هذا الرجل بماذا أجابه جرأة وجسارة على الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. ويا للفضيحة إذا بليتم فاستتروا، ينشر ذلك ويفتخر به، ينشره في وسائل الإعلام. وفضيحتاه ومصيبتاه. لاحظوا بماذا يجيبه، يقول: أما سؤالك عن سب الصحابة وخاصة الشيخين رضي الله عنهما، فإن الشتم والسباب ليس من خلق المسلم ولا من خلق العاقل، وأنا أرفض وأدين سب الخلفاء الراشدين والصحابة، وأرى أنه ينطبق عليه أكثر من عنوان للتحريم والمنع، وقد سبق وأعلنت ذلك في مواقف متكررة، وأجزم أن هذا هو موقف مراجع الشيعة. قبحك الله، سود وجهك في الدنيا والآخرة، تترضى على الشيخين اللذين لعنهما أهل البيت في روايات مستفيضة معتبرة في أعلى درجات الاعتبار. الله 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 الله، أي تشيع هذا؟ أي عمائم عفنة هذه؟
شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي في رواية معتبرة في الكافي الشريف عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر. لاحظوا ماذا يقول الإمام الباقر، يقول: إن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قارن بين موقف الإمام الباقر روحي فداه وموقف هذا الضال المنحرف البتري. هذا بالصراحة يقول الشيخين رضي الله عنهما. الإمام الباقر ماذا يقول؟ يقول: لعنة الله عليهما والملائكة والناس أجمعين، يعني على النقيض من موقف الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، على النقيض تماما. في رواية أخرى يرويها أيضا شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، كما بينا مرارا وكرارا، سب المؤمن حرام، سب المسلم حرام، مو سب الكافر المتجاهر بنفاقه بظلمه لأهل البيت الذي يصدق عليه عنوان أنه من أهل الريب والبدع. هذا لا حرمة له شرعا، وإذا كان السب له مدخلية في إسقاطه وتعريته وفضحه فيكون جائزا بل راجحا ومستحبا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية معتبرة صحيحة تناقش حتى في المتون الفقهية عندنا في الحوزات. ارجعوا ولاحظوا ماذا يقول الفقهاء: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذا الرجل ماذا ادعى في كلامه؟ نقطتان: أولا ترضى على الشيخين، وهذا رد على أهل البيت على الإمام الباقر الذي لعنهما، وادعى أن سبهم لا يجوز، مع أنه المخالفون تعلمون ماذا يعني ماذا يقصدون من كلمة سب هؤلاء، يقصدون أننا نعريهم ونفضحهم. هو من اللي سب؟ لما أنا أقول عمر ظالم طاغية متجبر أنا سببت؟ ما سبيت، أنا وصفته بحقيقتي، ظالم طاغية متجبر شنو أسوي؟ منافق شنو أسوي؟ أنا وصفته بحقيقتي ما سبيته. أما هم يعممون ذلك، يعتبرون أي نقد أي كلمة حق في هؤلاء الظالمين يعتبرونها سبا، وهذا يجاريهم مع الأسف. نقول على فرض أن هذا سب، على فرض، من قال لك أن سب عمر حرام مثلا؟ إذا رسول الله يأمر بذلك فهذا الرجل قد رد على الأئمة الأطهار. وتعلم ما هو حكم الرد على الأئمة الأطهار؟ الشيخ الكليني نفسه يروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه يقول: الراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله الذي يرد على آل محمد صلوات الله عليهم مشرك، فهذا حكمه مشرك. ما لك حق هكذا أنت تخلط الحق بالباطل وباسم التشيع، لا حق لك في ذلك. صدقوني أيها الإخوة، لولا هذه المجالس التي تعقد والتي تشتمل على هذين الركنين الأصيلين الولاء والبراء لما بقت عقيدتنا، لما توارثناها عبر الأجيال. أصلاً من لا يعقد مثل هذه المجالس ويقتصر فقط على المجالس اللي يسموها الثقافية والفكرية وما أدري هالخرط،
اللي يعقد فقط هذا النوع من المجالس ويهمل المجالس التي يفضح فيها أعداء أهل البيت، هذا ليس له عيشة بكلام أهل البيت صلوات الله عليهم، هكذا هم عبروا. لاحظ ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه كما في رواية الشيخ الكليني، وكل هذه الروايات شوفوا لاحظوا معتبرة، وانتقيتها من أكثر الكتب اعتبارا وصحة عندنا وهو كتاب الكافي الشريف. الشيخ الكليني يروي عن إسماعيل البصري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. يسأل إسماعيل البصري أنه أنتم بالبصرة الشيعة تجلسون في مكان معين وتتحدثون بما شئتم، تتبرؤون ممن شئتم بكل صراحة، وتتولون من شئتم، تتولوننا نحن وتتبرؤون من أعدائنا. قلت: نعم نعم يا ابن رسول الله. قال: وهل العيش إلا هكذا؟ هاي العيشة، هاي العيشة الشريفة، هاي العيشة التي يحترم فيها الإنسان دينه وعقيدته، أنه يعقد مجالس البراءة من أعداء أهل البيت. ومن لا يعقد أمثال هذه المجالس فهو ليس له عيشة حقيقة في قاموس وعرف أهل البيت، ليس له عيشة هذا. فينبغي الإكثار من هذه المجالس المباركة التي تفضح الظالمين، فنبلغ الحق إلى أبنائنا ولا نجعلهم يغترون أو ينخدعون بالظالمين والمتجبرين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.